بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن في هذه الليلة الآتية، ليلة 21 من شهر رمضان، ندخل بإذن الله سبحانه وتعالى في 10 ليال مباركة، هي خير ليالي السنة وأعظمها وأرفعها شأنا. وقد ورد في فضل هذه الليالي نصوص، وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في الحث على اغتنامها وتحري ليلة القدر فيها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت هذه العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. والمعنى أنه في كل ليلة من ليالي العشر يتحرى المرء ليلة القدر، لأنه لا يدرى في أي ليلة تكون. نعم، هي في بعض الليالي أرجى، لكنها تتحرى في العشر كلها. ولهذا أنصح نفسي وإخواني أن نتحراها ابتداء من هذه الليلة، وكل ليلة تأتي قدر أنها هي ليلة القدر. يعني الليلة هذه ليلة 21، قدر أنها هي ليلة القدر، ثم تأتي ليلة 22، قدر أنها ليلة القدر، قل في نفسك لعلها هي ليلة القدر. إذا فعلت ذلك في العشر كان ذلك غنيمة لك، عظيمة جدا في حفظ وقتك في العشر بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والصلاة، صلاة الليل. وأذكر في هذا المقام بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا صليت التراويح ثم أيضا صليت التهجد والوتر مع الإمام، فهذا يكتب لك قيام ليلة، مع أنك لم تقم الليل كله، وإنما قمت بعض الليل، ربما يكون ثلث الليل أو أقل من الثلث، ويكتب لك قيام ليلة كاملة. فإذا كتب لك في العشر قيام ليلة كاملة، معناها أن ليلة القدر كتبت لك بإذن الله عز وجل قيامها كاملة، إذا واظبت على ذلك في العشر كلها. ولا تغتر بما يحصل في بعض السنوات من الرؤى المنامية التي يعين فيها ليلة، لأن لو عين لك أنها ليلة 23 وتقبلت نفسك ذلك، ربما فترت فيما بعد. وقد تكون ليلة القدر في الشيء الذي فترت نفسك فيه، لأن هذه الرؤى لا تأتي بأشياء يقين، وإنما هي ظنون وأشياء من هذا القبيل. فينبغي على المسلم أن يحرص على وقته وأن يحفظ وقته، وأيضا أن يحرص على حفظ وقت أخوانه. إذا رأيت أحد زملائك أو رفقائك أو أصدقائك معه المصحف ويقرأ، وأحببت أن تسلم عليه وتؤانسه، أجل هذا ودعه مع القرآن، لا تقطعه. إذا لم تنشط أنت للقرآن، لا تقطع من نشطت نفسه للقرآن. وتريد تسلم عليه، سلم عليه إذا وجدته يعني غير منشغل بالقرآن. لكن إذا وجدت عينه على المصحف ويقرأ، قل نسأل الله له التوفيق، وأدعو له ولنفسك، ولا تشغل. أن بعض الإخوة يعانون من بعض زملائهم ويحرجون منهم، يأتي وهو مكب على القرآن وعنده نية أن ينهي قدرا معينا،
فيأتي أحد زملاء: السلام عليكم، أخبارك يا فلان، كيف الحال، شلونك، وكلام من هذا القبيل، يفوت عليها يعني وقتا من قراءة القرآن. وإذا كان هذا أتاه الآن وسلم، والثاني أيضا سلم، والثالث أيضا سلم، وعلى هذه الطريقة ضيعوا عليه الليل. ولهذا من لم تنشط نفسه للقرآن يترك النشيط على حاله، يترك النشيط على حاله في قراءته وورده مع القرآن، لا يشغله في ذلك. وحقيقة بعض الإخوة يشتكون من هذا ويحرج من أصدقاء، يأتي صديق ويسلم ويجلس عنده وتذكر كذا ويعطيه أخبار ويعطيه ويحرج منه، لكن يفوت عليه وقتا مهما هو محتاج إليه مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه عشر مباركة وعظيمة، هي عشر ذكر، عشر صلاة، عشر قيام وذكر لله سبحانه وتعالى، وأيضا دعاء. عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء مناسب لليلة القدر غاية المناسب، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيها: يفرق كل أمر حكيم، والمعنى يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. فإذا قدر ما هو كائن وأنت تطلب العفو، إذا قدر ما هو كائن وأنت في لحظات تطلب فيها العفو من الله سبحانه وتعالى، فما يكون لك في هذه الليلة في اعتقادي أن له أثر على السنة كلها، ما يكون لك في هذه الليلة ليلة القدر له أثر على السنة كلها إلى ليلة القدر الأخرى. ولهذا اغتنام ليلة القدر يعتبر مغنم عظيم، وخسران ليلة القدر خسران عظيم، ومن حرم خيرها وبركتها فهو المحروم. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يبدأ يجاهد نفسه ويدعو ربه أن يعينه في هذه الليالي المباركة العظيمة على ذكره وشكره وحسن عبادته، يسأل الله المعونة والتوفيق ويجاهد نفسه. النفس تحتاج إلى شيء من المجاهدة يسير وتليم مع الإنسان تمشي معه، لكن إن فلتها انفلتت، وإن تركها يعني ضاعت، لكن إذا زمها وجاهدها الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أسأل الله عز وجل أن يغنمنا أجمعين خيرات هذه العشر وبركاتها، وأن يعيننا فيها أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا فيها لصالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن يوفقنا أجمعين على حسن عمارتها بما يرضيه، أن يوفقنا أجمعين على حسن عمارتها بما يرضيه سبحانه وتعالى، فإنه جل وعلا وولي التوفيق والسداد والهادي وحده سبحانه إلى سواء السبيل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الشيخ رحمه الله من عظيم نصحه في مقام التوحيد وشانه العظيم والتحذير من ضده الشرك بالله عز وجل، نوع الأبواب في نوع الأبواب رحمه الله تعالى في التحذير من الوسائل
والأسباب المفضية إلى الشرك. تقدم معنا باب قريبا أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. وهنا يقول باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فنوع الأبواب في التحذير من هذه الوسائل الخطيرة التي تفضي بالناس إلى الشرك بالله عز وجل. وطريقة كما عهدناها طريقة مباركة على طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالبخاري وغيره، يذكر عنوان الباب ثم يسوق الأدلة من القرآن أو من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على مقصود الترجمة. ولهذا كل باب نقرأه نحتاج معه إلى أمرين. أولا أن نفهم علاقة الباب بكتاب التوحيد، والأمر الثاني أن نفهم مقصود الباب حتى ننظر في الأدلة ووجه دلالة كل حديث على مقصود الباب، مقصود الترجمة. فهذان أمران في كل باب مطلوب من المتفقه وطالب العلم أن ينتبه لها: علاقة الباب بكتاب التوحيد، وعلاقة كل حديث بالباب نفسه، وجه مطابقة الحديث للترجمة، وجه مطابقة الحديث للترجمة. هنا يقول باب ما جاء، ما جاء أي في الأدلة، ما جاء أي في الأدلة، وساق حديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على مقصود الباب. مقصود الباب هو أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. إذن الغلو وسيلة الشرك وسبب مفضي إلى الشرك. قد تقدم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ومر أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. فالتشدد والمغالاة في الدين أمر خطير على العبد، والشيطان مدخله على الإنسان هو من إحدى جهتين: إن جاء إن وجده غير مبالي بأمور الدين وأعمال الدين أدخله في جانب الجفاء والتفريط، وإذا وجد الإنسان مقبل على التدين وعلى الطاعة أدخله في جانب المغالاة في الدين. ولا يبالي الشيطان في أي الأمرين أوقع الإنسان، الغلو والجفاء كل خروج عن الاعتدال المطلوب في دين الله سبحانه وتعالى. فالغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. إذن هذه الترجمة عقدها رحمه الله من أجل سوق الأدلة والبراهين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أن الغلو في قبور الصالحين، يعني تجاوز الحد المشروع المأذون به في قبور الصالحين من الأنبياء والصالحين بأنواع الغلو، يصيرها أي يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، تعبد بالذبح أو بالنذر أو بالدعاء أو غير ذلك من أنواع العبادة، يجعلها أوثانا أي يصيرها إلى أوثان تعبد من دون الله، يمشي أو يمضي بالناس شيئا فشيئا إلى أن يقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقول أوثان، الوثن يعم الصنم وغيره، كل ما عبد من دون الله يقال عليه وثن. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء، دعاء مستجاب، دعا نبينا صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا هذه الدعوة، والله أجاب دعوته كما سيأتي البيان لذلك. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذه الدعوة قالها عليه الصلاة والسلام عن خوف على أمته،
لأنها تحدث عن الأمم السابقة أنهم غلوا في أنبيائهم حتى عبدوهم، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى، ورواية قاتل الله اليهود والنصارى، مر معنا الأحاديث في هذا الشأن، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فخاف على أمته، خاف على أمته، فدعا الله عز وجل هذه الدعوة العظيمة: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا يفيد أن القبر إذا عبد صار ماذا؟ صار وثنا. القبر إذا عبد صار وثنا، لأن كل ما عبد وثن. وهنا دعا النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا ألا يجعل قبره وثنا يعبد، هذا كله خوفا على أمته من أن تقع فيما وقع فيه من اليهود والنصارى. فلجأ إلى الله عز وجل بهذه الدعوة العظيمة ألا يجعل قبره وثنا يعبد. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه فصان قبره، فصان سبحانه وتعالى قبره، وأحيط القبر على أزمنة متفاوتة بثلاثة جدران: الجدار الأول جدار الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم في زمن عمر بن عبد العزيز بنى أو بني بأمره جدار خماسي الأضلاع، خماسي الأضلاع، وجعل من جهة الشمال شمال القبر الجدار على شكل زاوية، على شكل زاوية، جعل خماسي الأضلاع. وقد قيل في ذلك حتى لا يشبه بالكعبة ولا يقصد، ولا يوجد عند العوام شيء من التعلق وقصد العبادة أو قصد الصلاة إلى القبر، ففعل ذلك. ثم أيضا بعده بني قريبا من طريقته في البناء جدار ثالث، وكلها أجر جدر مصمتة ليس لها أبواب ولا نوافذ، فالقبر ما أصبح أحد يصل إليه، صانه الله ما أحد يصل إليه، ذات القبر ما أحد يصل إليه. من يمارس ممارسات خاطئة يمارسها بعيدا عن ماذا؟ القبر نفسه، يمارسها بعيدا عن القبر، أما القبر نفسه صانه الله. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه، يعني باستجابة الله لدعائه، حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان، في عزة وحماية وصيان. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، واستجاب الله دعوته وحمى قبره وصانه وجعله في عزة ولا يصل أحد إليه ليمارس هذه الممارسات، وهذا من استجابة الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. ومثل ما تقدم يفيد الحديث أن القبر أيا كان لو عبد صار وثنا، والله صان قبر النبي عليه الصلاة والسلام وحماه بما حال بينه وبين الناس، فلا يوصل إليه، ليس له لا نوافذ ولا أبواب. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا نظير ما تقدم، لعنة الله وقوله قاتل الله وقول الشرار الخلق يوم القيامة، هنا قال اشتد غضب الله، كلها في هذا الأمر، اتخاذ القبور، قبور الأنبياء مساجد. نعم. قال رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. ولو يعني مثلا في الحديث الأول هذا لو تأملنا، أوله دعاء وآخر خبر،
فما العلاقة بين الخبر والدعاء؟ الدعاء قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والخبر قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالعلاقة بين الدعاء وما ذكر بعده هو التنبيه على أن سبب لحوق هؤلاء شدة الغضب من الله واللعن وقول النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله هو أن هذه وسيلة مفضية إلى جعل القبر وثنا، وسيلة مفضية إلى جعل القبر وثنا يعبد من دون الله، لأن هذه التي تصير القبور أوثان. وهذا مقصود الترجمة، أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال أفرأيتم اللات والعزى؟ اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. الآية سبقا مرت معنا، وفي قوله اللات فيها قراءتان عشريتان، أفرأيتم اللات والعزى وأفرأيتم اللات والعزى بتشديد التاء. والمعنى الذي ذكره مجاهد وأيضا يأتي بعده عن ابن عباس هو على القراءة الثانية اللات بتشديد التاء، هذا اسم رجل أو وصف لرجل من خلال عمل كان يعمله، كان رجلا يحب إكرام الحجاج وإطعامهم وتقديم القرى والضيافة لهم، فكان يلت لهم السويق، كان يلت لهم السويق. فلما مات وهو معروف عندهم بهذا العمل الصالح الطيب النبيل عكفوا على قبره وأطلقوا عليه لقبا من فعاله، من أفعاله، قالوا اللات يعني الذي يلت السويق. قال مجاهد كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، فمات فعكفوا على قبره. والعكوف المكث، العكوف المكث الطويل طلبا للبركة، مثل ما تقدم معنا قالوا مروا بشجرة يقال لها ذات أنواط يعكفون عنده ويعلقون عليها أسلحتهم، يعكفون يقيمون عنده يطلبون بركة بهذا المكث والإقامة عندها. فكان يلت لهم السويق فعكفوا على قبره، عكفوا على قبره. إذن هذه بداية ماذا؟ بداية جعل اللات هذا وثن، هذه بدايتها، بداية جعله وثنا، لأن الغلو الذي بدأوا به هو الذي صير اللات وثنا يعبد من دون الله. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال وكذا، قال رحمه الله وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. نعم، هذا يعني نفس المعنى الذي تقدم عن مجاهد، جاء عن ابن عباس قال كان يلت لهم أو كان يلت السويق للحاج، كان يلت السويق للحاج. فلما مات غلوا فيه غلوا أفضى بهم إلى أن جعلوا وثنا يعبد من دون الله، جعلوا وثنا يعبد من دون الله. فأفاد هذا مقصود الترجمة، وهو أن الغلو في قبور الصالحين، هذا رجل اعتقدوا فيها الصلاح، يطعم الحجاج، يصنع لهم الطعام، يضع لهم القراء، يكرمهم، اعتقدوا فيه الصلاح، فلما مات عكفوا على قبره، غلوا فيه وعكفوا على قبره حتى جعلوه وثنا
يعبد واتخذوه وثنا يعبد من دون الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. ثم أورد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، لعن زائرات القبور، وجاء في بعض ألفاظ الحديث لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور. وزوارات هذه الصيغة هي صيغة مبالغة، هي صيغة مبالغة، لكن قد تأتي في بعض النصوص ولا يراد بها المبالغة. انظر مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ظلام هذه صيغة مبالغة، المقصود بظلام أي ليس بذي ظلم، هذا المقصود، ليس نفي المبالغة في الظلم وإنما نفي الظلم. المقصود بظلام أي ليس بذي ظلم. وهنا قوله زوارات ليس المقصود المكثرات من الزيارة، وإنما المقصود بزوارات أي بذي زيارة للقبور، لا يزورن القبور. فزائرات زوارات القبور هذا فيه لعن، هذا فيه لعن. والمرأة منعت من زيارة القبور، وكان في بداية الأمر منع الجميع أصلا من زيارة القبور، بداية الأمر منع الجميع من زيارة، النهي عام للجميع، لا أحد يزور القبور، هذا بداية الأمر. ثم جاء الإذن في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقول كنت نهيتكم يفيد أنه كان قبل ذلك يوجد ماذا؟ منع عام للجميع عن زيارة القبور. لماذا هذا المنع؟ لأنهم كانوا حدث عهد بإسلام، والقبور فيها فتنة، فتنة خاصة قبور الصالحين، قبور الصالحين هذه فيها فتنة، النفس يعني تعلقها ودخولها على الشرك من جهة قبر الصالح أعظم من التعلق بحجر أو شجر كما سبق الإشارة إلى ذلك. فكان أول أمر منع عام، ثم جاء إذن، قال ألا فزوروها. والإذن إذن عام لكنه مخصوص بمنع النساء كما في هذا الحديث وغيره، بمنع النساء. والمسألة في زيارة النساء للقبور فيها خلاف بين العلم معروف، والصحيح من قولي أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها زيارة القبور. ولو نظرت في الخلاف في المسألة قولان، قول يقول أن الزيارة جائزة، ما يقول واجبة، يقول أنها جائزة، يجوز المرأة أن تزور القبور. والقول الثاني يقول محرمة وفيها لعن، طرد من رحمة الله، فيها لعن، هذا القول الثاني. فلو أن المرأة احتاطت لدينها وتركت أمرا يقال أنه جائز درءا لنفسها عن خطر لعن في القول الذي عليه الدليل الواضح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا أسلم لها. ولا سيما أن المرأة، وهذا علة النهي، المرأة ضعيفة يعني يلحقها جزع ويلحقها يعني لضعفها نياحة، ولهذا لما جاء التحذير من النياحة نص على المرأة، لأن هذا الغالب في النساء، الرجل أكثر جلدا وتصبرا من المرأة، والمرأة أضعف. ولهذا في الحديث قال وسيأتي معنا لعن الله، وقال والنائحة إذا لم تتب، ما قال والنائح، لأن هذا غالب في النساء، هذا الأمر غالب في النساء. فعلل الإذن للرجال بزيارة القبور من أجل ماذا؟ من أجل تذكر الآخرة وترقيق القلب، لكن المرأة سيخرجها هذا إلى شيء آخر غير المقصود.
سيخرجها إلى شيء آخر الذي هو الجزع، الجزع ربما النياحة والندب والصوت في البكاء ونحو ذلك. فمنعت المرأة لما فيها من ضعف. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا هو المقصود الآن من إرادة الحديث للترجمة، لعن المتخذين على القبور المساجد، أي المساجد المبنية، والموقدين عليها السرج، وكذلك من اتخاذها مساجد قصدها بالصلاة عندها كما سبق البيان. فهذا أمر جاءت بتحريمه الشريعة وعده من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا في كبير، اتخاذ المساجد على القبور وإيقاد السرج. والسبب في ذلك أن هذا أمر يفضي إلى وسيلة مفضية إلى الشرك، هذا غلو يفضي إلى الشرك. والترجمة في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير الأوثان. قال: فيه مسائل تفسير الأوثان. تفسير الأوثان مأخوذ من الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا أخذ منه العلماء أن القبر أي قبر كان إذا عبد صار ماذا؟ وثنا. إذا عبد صار وثنا، فتفسير الوثن هو كل ما يعبد من دون الله، سواء كان حجرا أو شجرا أو صنما أو قبرا أو أيا كان، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والله استجاب دعوته وحمى قبره. نعم. قال رحمه الله: الثانية: تفسير العبادة. الثانية: تفسير العبادة. وهذا أيضا واضح من النصوص المتقدمة، العبادة هي الإقبال بالدعاء والصلاة، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن في الحديث اللعن والوعيد لمن اتخذ القبور مساجد، يقصدها للدعاء أو يقصدها للصلاة. والدعاء والصلاة هذه كلها عبادات لا تكون إلا لله عز وجل، ويقصد المقبورين بها إذا اتخذت مساجد، أن هذا وسيلة مفضية إلى الشرك وعبادتها من دون الله. نعم. قال رحمه الله: الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. نعم، لم يستعذ ويدعو الله عز وجل أن يسلم قبره من ذلك إلا من أمر يخاف وقوعه، فخاف على أمته من شيء وقع فيه اليهود والنصارى، فدعا الله سبحانه وتعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد. قال رحمه الله: الرابعة: قرنه بين اتخاذ قبور الأنبياء قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. اتخاذ. قال رحمه الله: الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم، هذا في الحديث، حديث الأول، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قرن به اتخاذ القبور مساجد. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. اتخاذ القبور مساجد هذا وسيلة، والذي تفضي إليه هذه الوسيلة أن يصبح القبر وثن يعبد من دون الله. فقرن عليه الصلاة والسلام بين دعاء الله لا يجعل قبره وثنا يعبد، قرنه باتخاذ قبور الأنبياء مساجد، لأن هذا فيه تنبيه للأمة أن اتخاذها قبور، اتخاذها مساجد، يصيرها أوثانا تعبد. نعم. قال رحمه الله: الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. نعم، هذا في الحديث، قال: اشتد غضب الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يدل أن اتخاذ القبور مساجد من أعظم الذرائع المفضية إلى الشرك الذي هو أعظم الذنوب.
قال رحمه الله: السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. نعم، هذا في أثر مجاهد، استفاد من أثر مجاهد لما قال رحمه الله تعالى: فمات فعكفوا على قبره، فمات فعكفوا على قبره. قال: والسادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، أي العكوف عندها. لما مات عكفوا على قبره، وهذا العكوف هو من العبادة. نعم. قال رحمه الله: السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. نعم، أنه قبر رجل صالح، رجل كان يقولون له اللات، لأنه كان يلت السويق، عرف عندهم بالصلاح لصنائع المعروفة التي كان يقومها ويقدمها لحجاج بيت الله. نعم. قال رحمه الله: الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية. أنه اسم صاحب القبر، أي اللات، هذا اسمه اللات، وهو اسم أطلق عليه من أعماله أو من عمله الذي ولدت السويق، الذي عجن الطحين وتهيئة خبزا وطعاما، فأطلق عليه من هذا العمل اللات. وذكر معنى التسمية، معنى التسمية عمل طيب كان يقدمه للحجاج إكراما لهم. نعم. قال رحمه الله: التاسعة لعنه زوارات القبور. التاسعة لعنه زوارات القبور، أي لعنه للنساء التي يزرن القبور، فهذا فيه أن المرأة منهية عن زيارة القبور، كما أنها كذلك منهية عن اتباع الجنائز. في حديث أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، فهي منهية أيضا عن اتباع الجنائز، والسبب في ذلك ضعف المرأة وضعف احتمالها. نعم. قال رحمه الله: العاشرة لعنه من أسرجها. نعم، لأن قال: والمتخذين عليها السرج، أسرجها، لأن هذا من الغلو الذي يفضي إلى عبادتها من دون الله عز وجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، ألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك
ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.